طلبتي طلبة الصف السادس الادبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبر فضائيه العراق التربويه نقدم لكم درسا من دروس النقد الادبي ضمن المنهج الجديد المنهج التكاملي درسنا لهذا اليوم هو الكلاسيكيه كمذهب نقدي ناتي طلبه الاعزاء الى تعريف الكلاسيكيه الكلاسيكية انتبه عزيز الطالب هي أول مذهب أدبي نشأ في أوروبا في القرن السادس عشر بعد حركة البعث العلمي إذن الحركة الثقافية التي الحركة الثقافية التي ظهرت في أوروبا في القرن السادس عشر نشأ هذا المذهب وهو المذهب الكلاسيكي وأساسه بحث الآداب اليونانية واللاتينية القديمة ومحاولة محاكاتها لما فيها من خصائص فنية وقيم إنسانية إذا لما فيها هذه الأداب هذه الآداب من خصائص فنية وقيم إنسانية ولدى العودة إلى هذه الآثار القديمة عندما نعود عزيز الطالب إلى هذه الآثار القديمة أخذ العلماء يحللونها ليستنبطوا مبادئها وخصائصها التي ضمنت لها الخلود إذا عزيز الطالب الداعي إلى نشوء هذا المذهب الكلاسيكي هو الرجوع إلى الآثار القديمة التي كانت آثار لها جودة موضوعية وكذلك جودة فنية لغرض أن تكون هذه الآثار خالدة أما بالتذوق أو بالتحليل المباشر أو بما كتبه القدماء كأرسطو في كتابيه الخطابة والشعر وهوراس في قصيدته الطويلة فن الشعري الآن سننتقل إلى لفظة كلاسيك المعجمية الآن ننتقل إلى لفظة كلاسيك فيعني على نحو عام كل عمل عظيم الكلاسيك هو الصف عزيزي الطالب أو المنهج أو التعليمات التي لا يمكن خلقها واضح إذا على نحو كل عمل عظيم وجميل خضع للتطور سنوات طويلة حتى بلغ الاتقان اذن كل عمل متقن هو ضمن المذهب الكلاسيكي لماذا لان الادب الكلاسيكي بقى بلغه عاليه وخص الامراء والملوك انذاك اذن لا يخص العامه مثل المذهب الذي ياتي بعده الرومانسيه خص عامه الناس وكذلك كتب باللهجات المحليه وقد اشتقت الكلاسيكيه على راي فريق من الباحثين من لفظه الصف اشتقت الكلاسيكيه من لفظه الصف لماذا؟ لانه ادب صفي او منهجي لانه ادب صفي او منهجي وعلى راي فريق اخر لفظه كلاسيك اللاتينيه وتعني اعلى طبقات المجتمع الروماني إذا للكلاسيكية رأيان الرأي الأول يعنى بها أو تعني الصف أو المنهج والرأي الثاني تعني أعلى طبقات المجتمع الروماني وعلى هذا الأساس يكون الأدب الكلاسيكي أدب النخبة المختارة أو أدب الصفوة المختارة كما قلت لكم عزيز الطالب قبل قليل أن هذا الأدب لم يخص المجتمع عامةً إنما خص الطبقات العالية كطبقات الأمراء وطبقات الملوك. أو أرفع ألوان الأدب من حيث اللغة والمعنى والمنهج إذن الأدب الكلاسيكي هو لغة عالية كتبها الكلاسيكيون بلغة عالية ومعنى عال ومنهج عال مما يليق بالصفوة المثقفة. إذا لو جاءك تعليل لماذا كتب باللغة العالية والمنهج العالي وكذلك كتب بالمعنى؟ لأن ذلك حتى يليق بأعلى طبقات المجتمع الروماني أو حتى يليق بالنخبة المثقفة أو الصفوة المثقفة في المجتمع. إذا كتب بمعنى عالي ولغة عالية حتى يكون على قدر بالصفوة المثقفة في المجتمع في الكلاسيكية هي التعبير عن الأفكار العالية والعواطف الخالدة بأسلوب فني متقن إذا نجد الجودة الفنية وحتى الجودة الموضوعية في الأدب الذي ينطوي ضمن المذهب الكلاسيكي وتتمثل جذور الحركة الكلاسيكية بظهور الشاعر إذا عزيز الطالب الحجر الأساس لهذا المذهب الكلاسيكي هو ظهور الشاعر الإيطالي دانتي مؤلف الكوميديا الإلهية إذا الكوميديا الإلهية هي تكون جذور المذهب الكلاسيكي أو الحجر الأساس الذي وضع عليه ضوابط وتعليمات المذهب الكلاسيكي وتلاه محاولات شعراء اخرين. ومن اعلام لو طلب منك عزيز الطالب ذكر اعلام المذهب الكلاسيكي بير كورني وجان راسين وجان مولير، هؤلاء يحفظون كونهم اعلام المذهب الكلاسيكي. اذا عزيز الطالب الكلاسيكية هي مذهب نشأ في القرن السادس عشر في اوروبا بعد عمليه البعث العلمي، والكلاسيك يعنى به الصف او يعنى به الاعلى طبقات المجتمع الروماني. ويجب ان ان تكتب الكلاسيكيه باعلى درجات اللغه وكذلك على درجات المعنى وكذلك المنهجيه الصارمه التي لا يمكن خرقها ولهذا بعد قليل عندما ننتقل الى الكلاسيكيه في ادبنا العربي نجد عمود الشعر يمثل الكلاسيكيه عمود الشعر هو ضابط بالوزن والقافيه وامتد هذا مئات السنين. الان سننتقل الى مفرده او جزئيه مهمه من هذا المذهب وهي خصائص الكلاسيكيه. السؤال الذي ربما سياتيك في الامتحان الوزاري عده خصائص الكلاسيكيه او تكلم عن واحده او اثنين، المهم تحفظ خصائص الكلاسيكيه بكل تفصيلاتها الخصيصة الأولى من خصائص الكلاسيكية هو الاعتماد على الحقيقة ما معنى الاعتماد على الحقيقة؟ يعني الاقتراب من الواقع الاقتراب من الواقع هناك أمران مهمان عزيز الطالب يكون الفن تارة للفن الفن للفن ويكون تارة اخرى الفن للمجتمع. واضح؟ هنا الكلاسيكيه عندما تقترب من الواقع يكون الفن هنا رساله الى المجتمع. واضح؟ ومن خصائص الاعتماد على الحقيقه هو الابتعاد عن نزوات الخيال. وهذا ما سنراه في الرومانتيكيه او الرومانسيه. وكذلك الابتعاد عن الوهم والهذيان. فالحقيقي عندهم هو الجميل وهو الطبيعي اذا عزيز الطالب من مبادئ الكلا من مبادئ الكلاسيكيين ان يكون الادب حقيقيا مقتربا من الواقع مبتعدا عن نزوات الخيال والوهم والهذيان فالطبيعة هي الشيء الممتع وكل مصطنع بقيت. الخصيصة الثانية من خصائص الكلاسيكية العقلانية. ترى أو يرى الكلاسيكيون أن عقلنا هو الحكم الموجه وبه نستطيع التمييز بين الحقيقي والمزيف. إذاً ماذا يرى الكلاسيكيون يرى ان عقلنا هو الحكم الموجه وبه نستطيع التمييز بين الجيد والرديء الحسن والقبيح الحقيقي والمزيف وهو الذي الكلام عن العقل وهو الذي يمنعنا من ان ننساقه الى نزوات الخيال والامور غير الواقعيه والمبالغه في التعبير اذا الكلاسيكيون عزيز الطالب في الخصيصه الثانيه اتخذوا من العقل وسيله لكتاباتهم وراوا ان العقل هو الموجه للتمييز بين الحقيقي والمزيف على عكس ما سنراه في المذهب الثاني وهو الغلو والمبالغه في الخيال وكلما كانت المبالغه والغلو في الخيال كان الابتعاد عن العقل لماذا لانهم يرون ان العقل هو الذي يمنعنا من ان ننساق الى نزوات الخيال والامور غير الواقعيه والمبالغه في التعبير. اذا عزيزي الطالب من خصائص الكلاسيكيه اولا الاعتماد على الحقيقه، وثانيا الاعتماد على العقل وهو الحكم الموجه. الى هذا او الى هنا ما يسمح به الجزء الاول من درسنا من دروس النقد الأدبي السادس الأدبي وهو المذهب الكلاسيكي، شكراً لإصغاكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته